السلام عليكم طلاب صف الخامس، او اللي اسميه كمان انا بالنسبه لي جونيور فارماسيست. صار زمان ما طلعتكم محاضره، ان شاء الله اليوم راح ناخذ محاضرتين قصيرات حتى نغطي الساعتين او اقل ان شاء الله. الاولى راح تكون ديسوردر اوف ذا بيتويتري جلاند، والاخرى راح تكون عن الجلوكوما. قبل ما نبدأ بالمحاضرة أحب أذكركم أنه إذا أكو مشكلة بأي محاضرة أنا طعيتكم إياها، شغلة ما مفهومة، ابعثوا لي على الكلاس روم حتى أعيد لكم الشرح مالتها، أو إذا أكو شيء ما مفهوم أوضح لكم هو. محاضرة اليوم راح تكون عبارة عن ال disorder of the، هاي المحاضرة الأولى طبعا، disorders of the pituitary gland. البيتوتري فانكشن اند ديس فانكشن. طبعا كمقدمه كلنا نعرف انه البيتوتري جلاند هي تعتبر ماستر جلاند او القائده، مسؤوله عن الجروث، عن الديفلوبمنت، عن الميتابوليزم، عن الريبرودكشن اند ستريس هوميوستاسيس. الكنترول هي باي ذا هايبوثالاموس، والتذكير هي تتكون من 3 لوبس اللي هو الانتيرير بوستيرير اند انترميديت. الانتيرير مسؤول عن synthesis and secretion of growth hormone, prolactin, ACTH, TSH, FSH, and LH, while the intermediate loop secrete melanocyte stimulating hormone, and finally the posterior loop did not synthesize any hormone, just store and release oxytocin and antidiuretic hormone produced by the hypothalamus. هذا المخطط يوضح ان موقع البيتويتري جلاند وحتى الهايبوثالاموس وكيفية السيطرة عليها، وموضح بينه ايضا الهرمونز اللي تفرزها both the pituitary and the hypothalamus. نجي الان على الباثوفيزيولوجي of the disorder or the disease of the pituitary gland. احنا نعرف انه كل ما يكون الكلام عن الاندوكراين سيستم او عن اني جلاند ان ذا بودي، الباثوفيزيولوجي هي راح تكون باتجاه طريقين فقط، هو اما اوفر سكريشن او هايبر سكريشن او هايبر سكريشن واللي نسمينه ايضا اندر سكريشن. بالنسبه للبيتوتري جلاند او البيتوتري ديس اوردرز، احنا راح ناخذ الميجرز مثل ما قلنا. مثلا بالجروث هرمون لما يصير عندنا هايبر سكريشن، اذا كان بالطفل راح يصير عندنا جيانتزم، اذا بالادلت راح يكون اكروميجالي، وايل ديكريز جروث هرمون راح يدينا اما الى دوارفزم او ليثرجي او بريماتشور ايجينج. الاي سي تي اتش الزياده مالته يعمل كوشنج، النقصان يعمل اديسون، التي اس اتش يعمل جويتر، بالنقصان يعمل ديكريز البيزل ميتابوليك ريت، البرولاكتين بالزياده امينوريا، بالقله راح يعمل عندنا تو ليتل ميلك ان ذا فيميل. الاف اس اتش ما مسجل عليه زياده، دائما هو يكون بينه نقصان، اللي راح يعمل عندنا ليت بيوبرتي اند انفيرتيليتي، وايل اف ال اتش راح يعمل ديستربنسز بالمنسترال سايكل اور ان ديكريزد ليفل اوف ال اتش راح يعمل عندنا امينوريا اور امبوتنس. الهايبر فانكشن اوف ذا انتيرير بيتويتري ديسوردر، راح ناخذ الهرمونز بصوره عامه، كل واحد او كل موضوع هو زياده والنقصان مالته والتريتمنت ان شاء الله. الميجر كوزز اوف ذا بيتويتري ديزيز انكلود تيومر، بيتويتري انفاكشن، جينيتيك ديسوردر اند تيومر تروما العفو. دائما الكوزز اوف ذا بيتويتري ديسوردر عادة يكون هو سببه تيومر، او ممكن يكون انفاكشن، هاي معناها اكو فقد تجلط بالبيتويتري جلاند يؤدينا الى هايبوسكريشن، او نتيجة جينيتيك ديسوردر او نتيجة تروما. البرولاكتين والجروث هرمون هي الهرمون موست كومنلي over produced by adenoma. من يصير عندنا adenoma واللي قصدنا هي tumor بالبيتوتري جلاند، اللي اكثر شيء يتاثرون عاده هي الجروث هرمون والبرولاكتين. المانيفستيشن انكلود هيديك، فيجوال ديفكت اند انكريز انترا كرانيال بريشر. التريتمنت السيرجيكال لما اكو تيومر، سيرجيكال ريسكشن ثرو ذا ترانسفينوديال هايبوفيزيكتومي، اللي هو يدخلون للبيتويتري جلاند عن طريق النوز. اذا صار عندنا زياده بالجروث هرمون راح يكون عندنا اما عند الاطفال او عند الكبار.
إذا عند الأطفال راح يسموها جيانتزم، إذا عند الكبار راح يسموها أكروميجالي، اللي هي ستيتس أوف روبرت والدو. هذا الشخص اللي هو ألتون جاينت، هو ميجرد مترين 71 سنتيم at the time of his death. طبعا قلنا الأكروميجالي اللي هي تصير بالأدلت، إذا كان طفل وصار عنده increase growth hormone راح يصير عنده جيانتزم أو العملاقة. Giantism is the result of growth hormone hypersecretion before the closure of the epiphyseal plate بالchildhood. إذا البون بعد ما كان انقفل أو ما كان سدت هاي الepiphyseal plate قابلة للزيادة، إذا كان الطفل عنده hypersecretion of the growth hormone راح تبقى يزيد الطول مالته ويسموها Giantism. الابنورمالي تول راح يكون but body proportion are normal، يعني ما بس الطول راح يكون، الطول حجم الرأس حجم الجذع حجم الأصابع كلها راح تكون متناسقة كلها كبيرة. بعكس طبعا الأكروميجالي اللي هو over secretion of the growth hormone in adulthood. إذا بعد بالأدلتهود بعد ما نسدد هاي الإبيفيزال بليت راح يصير عندنا تضخم بالعظام وليس طول بالعظام، تضخم بالعظام. راح يستمر عندنا الجروث اوف بوني كونكتيف تشو ليد تو ديس بروبورشنيت انلارجمنت اوف ذا تشو، راح يكون اكو جسم غير متناسق من ناحيه الحجم، الوجه كلش كبير، الجذع ما كلش ضخم، الطول ما كلش كبير، بينما حجم الاصابع كلش راح يكون كبير. التريتمنت هو الخط الرئيسي هو البرايمري تشويس هو السيرجري. الراديوثيرابي ممكن ايضا يستخدم او دراج تريتمنت وين سيرجري از نوت فيزبل، ما يقدرون يعملوها مثلا، اوكي، او كومبينيشن اوف ذا ابوف، ممكن يكون سيرجري مع راديوثيرابي او مع دراج تريتمنت، فممكن يكون كومبينيشن اوف ذا ابوف. الدراج تريتمنت فور اكروميجالي، اللي قلنا الاكروميجالي هي زياده بالجروث هرمون بالادلتهود. بالادلتهود الشيء الرئيسي اللي عندنا هو الدوبامين اغونيست، اللي راح يعمل على الدوبامين ريسبتور اون ذا سيرفيس اوف ذا تيومر تو انهبيت ذا جروث هرمون ريليز فروم ذا تيومر، والدواء الرئيسي اللي عندنا هو برومكربتين. السوماتوستاتين ايضا يستخدم، اللي هو جروث هرمون ريسبتور انتاغونيست، هذا decrease the action of growth hormone on the target tissue. target tissue هون عندنا هي ال connective tissue وال bones. The dopamine agonists are taken by mouth but in general are less effective than somatostatin analog which have to be injected. لازم ينعطي بشكل الهايبوبيتويتاريزم. هايبوبيتويتاريزم اذا قل بال production of the hormone released by the pituitary gland. It is a hypofunction of the pituitary gland, usually result from disease of the pituitary gland itself, due to a destruction of the anterior lobe, for example, or the disease by of the hypothalamus. Pan hypopituitarism is a total absence of the pituitary secretion and is very rare. Postpartum pituitary necrosis is more likely to occur in women with severe blood loss, hypovolemia and hypotension at the time of delivery. هاي الأكثر حالات اللي موجودة عندنا واللي موجودة طبعا عالميا أيضا ما بس عندنا، اللي هي postpartum pituitary necrosis نتيجة أنه أكو bleeding عند ال female أثناء delivery، أكو hypovolemia راح يصير، أكو necrosis بال pituitary gland ويصير عنده نسميها pan hypopituitarism. It is a complication of radiation therapy، ممكن تكون ايضا نتيجة مثلا اكو تيومر بالبرين ونتيجة الاشعاع اللي يتعرض له الشخص المريض، ممكن يصير عندنا destruction of the pituitary gland. The total destruction of the pituitary gland result in extreme weight loss, atrophy of all endocrine gland and organ, hair loss, impotence, amenorrhea, hypometabolism and hypoglycemia, coma and death even may occur. نجي على الهايبوبيتوتاريزم of the anterior pituitary اللي هي الشيء الرئيسي decreased growth hormone in childhood، اللي هي عكس جيانتزم اللي نسميها التقزم او
السيندروم اوف دوارفزم، الكونديشن اوف بينج اندر سايزد، الجسم راح يكون اقل من الحجم الطبيعي بالطول وبالتناسق ايضا بالحجم، الراس، حجم الاصابع، حجم القدم، بالاضافه الى قصر القامه. Dwarfism related to pituitary gland is the result of insufficient growth hormone. إذا التريتمنت ماله راح تكون كل السهلة عن طريق أنه نعطي growth hormone. Pituitary dwarfism is successfully treated by administering a human growth hormone. مثل ما قلنا. الهايبوبيتوتاريزم بالأدلت، طبعا قلنا بالادلت اذا زياده بالجروث هرمون راح يصير عندنا اكروميكلي، بس اذا اكو نقصان بالجروث هرمون راح يصير عندنا increased cardiovascular disease, excessive tiredness and anxiety, depression and even possible premature. نجي على هرمون اخر اللي هو البرولاكتين، الهايبر برولاكتينيميا. البرولاكتين اذا صابينه زياده، البرولاكتين ليفل ار نورمالي هاي during pregnancy and lactation. The increased level caused by إما prolactin secreting pituitary tumor اللي نسميها adenoma، أو نتيجة a non-secreting tumor that prevent the dopamine from reaching the normal prolactin producing cell. ولهذا راح يعني ما أكو negative feedback. The symptom of hyperprolactinemia include discharge from the breast اللي نسميها جالاكتوريا، ما اللي يكون يعني pure milk بس هو اكو discharge نسميها جالاكتوريا، oligomenorrhea or amenorrhea in women, reduced libido and potency in men, a pressure effect اللي تعمل عندنا headache و visual disturbances. هاي كلها sign او symptom of hyperprolactinemia. التريتمنت اوف هايبر برولاكتينيميا هاي كلش نعرفها، كنا اخذناها بالبايوكيمستري بالفارماكولوجي، انه ننطي التريتمنت اذا كان البيشنت سيمتوماتيك. الدرج الرئيسي او الميديكيشن الرئيسي اللي ننطينه هو البرومكربتين انتل بريجننسي اكر ذن ستوب. بالبريجننسي ما ننطينه، خليه يرتفع البرولاكتين، احنا نحتاج انه البرولاكتين يكون مرتفع اثناء البريجننسي. اف كوزنج ميجر visual defect and unresponsive, consider transphenoidal surgery before pregnancy. الدوبامين agonist البرومكربتين والكابركولين اللي اسمه دوستينكس ومتوفر بالأسواق، if intolerant to with nausea may give vaginally، طبعا not recommended for breastfeeding. هاي تو درج اللي هي برومكربتين والكابركولين، هذول هي من الأدوية اللي يشتغلون على الهايبر برولاكتينيميا. البوستيرير، نجي على البوستيرير بتويتري ديسوردر، عندنا البوستيرير قلنا هي ستور اند ريليز بوث اوكسيتوسين اند انتي دايوريتيك هرمون اللي هو الفازوبريسين. الاوكسيتوسين اذا يزيد بريسيبيتيت تشايلد بيرث اند اكسس اور اكسسيف ميلك، اذا ديكريز برولونج تشايلد بيرث اند دمينيش ميلك. While antidiuretic hormone or vasopressin, if increased, it will lead to increased blood pressure. زين، لأنه راح يصير عندنا زيادة بالفلويد بالجسم. Decreased urinary output, edema, and a syndrome of inappropriate. اللي يسمينه سيدا syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. While decreased antidiuretic hormone will lead to a very common disease called diabetes insipidus, dilute urine and increased urine output. Central diabetes insipidus هاي من الأشياء الكومن، قلنا اليوم بالمحاضرة راح ناخذ بس الشغلات الكومن حتى نختصر عليكم. Central diabetes insipidus مثل عندنا اللي قلنا هو نتيجة قلة الانتيديريتك هرمون. من الساين والسيمتوم مالته هي البوليديبسيا اند بوليوريا. بوليديبسيا يعني زيادة بالعطش، نسميها العطاش احنا، اند بوليوريا يتبول البيشنت كلش كثير، من 2 الى 15 لتر بير داي. 30 to 50% are idiopathic, decrease protection by hypothalamus. ما اكو كوز معروف عن سبب الدايابيتس انسيبيتس. 30 الى 50% برايمري او ايديوباثيك. السيرجري اور تروما ممكن هي تكون السبب،
بالدايابيتس انسيبيتاس اند رير وذ شيهان. ناخذ التريتمنت اوف سنترال دايابيتس انسيبيتاس. الايم مع التريتمنت راح تكون هي الريبليسمنت اوف انتي دايريتك هرمون، انشور ادكوت فلويد ريبليسمنت، لانه هون عندنا فقدان من السوائل كلش كبير، فلازم نوصي المريض انه ادكوت فلويد ريبليسمنت. ايدنتيفاي اند كوريكت ذا اندرلاين كوز اف ات از بوسيبل. الميديكيشن اللي نستخدمها عندنا الديزموبريسين، او اللي نسمينه ايضا هو سينثيتيك فازوبريسين، ينعطي بشكل نيزل سبراي، وعندنا الانترا ماسكولار ادمنستريشن اوف انتي دايريتك هرمون. ايضا الكلوفايبريت اللي هو هايبوليبيديميك ايجنت هاز انتي دايريتك افكت، ممكن ينعطي الكلوروبروباميد او الدايابينيز، اند ثايازايد دايريتك ار يوزد ان مايلد فورم اوف ذا ديزيز از ذي potentiate the action of vasopressin. شكرا جزيلا.